حالة من الترقب والحذر تسود مدينة عدن بعد تجدد الاشتباكات بين فصائل ميليشيا الانتقال المدعومة إماراتياً ودخول المحافظة فصلاً جديداً من الفوضى. أحياء واسعة من المحافظة شهدت اشتباكات عنيفة بين ما يسمى وحدة الطوارئ بقيادة محمد الخيلي ووحدة الطوارئ والدعم الخاصة بقيادة صامت سناح، وتركزت في مديريتي خور مكسر والمنصورة وصولاً إلى الطريق البحري وجزيرة العمال. هذه الآن المدرعات تقدم من جهة خور مكسر قوس العاقل إلى جهة جزيرة العمال. أسفرت المواجهات عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى، كما تسببت بشلل جزئي لحركة المواصلات العامة، فضلاً عن حالة الذعر والهلع التي استولت على السكان في المناطق المحاذية للمواجهات. ولم تعد مشاهد الاشتباكات التي تندلع بين فصائل الانتقال أمرا جديدا، فبقاء عدن تحت سطوة الميليشيات جعلها عرضة للفوضى الأمنية كل حين، ما يهدد بفصل دام جديد في المدينة. فضلا عن الصراع بين فصائل الانتقال، تستمر الميليشيا في اعتقال العديد من القيادات العسكرية والأمنية المناهضة لسياستها، مستغلة غياب الحكومة الشرعية التي غادرت المدينة بعد 3 أشهر من وصولها جراء اقتحام قصر معاشيق ومنعها من ممارسة مهامها. وإزاء تزايد شواهد الفوضى، تؤجج المواجهات الأخيرة قلقا في المحافظة التي تدار من قبل الميليشيا، ولا تزال تعصف بها الانقسامات، وهو ما قد يبدو تمهيداً لجولة مواجهات عسكرية شاملة وفق مراقبين. عدن التي عرفت سابقاً بسلميتها ومدنيتها باتت اليوم أسيرة للصراع الذي حرصت الإمارات على تكريسه وتغذيته من خلال دعم الميليشيا على حساب الشرعية وقضم الجغرافيا على حساب الدولة، لتبقى المدينة مسلوبة الإرادة تتهددها الفوضى والانقسام.